رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته بناء المساجد والعناية بالمسجد، حتى أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما وصل إلى المدينة واستقرت به الحياة اعتنى ببناء المسجد. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا المشي إلى المسجد. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر لنا حال المؤمن الذي قلبه معلق بالمسجد، وذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد صار يحب المسجد مولع بالمسجد. الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر لنا كثير من الآداب التي تتعلق بهذا المسجد. أولا حث على بناء المسجد، وقال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية: من بنى مسجدا ولو مثل مفحص قطات، يعني مثل المكان الذي يجلس فيه العصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. الله سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا جئت إلى الصلاة في أي مكان عموما وفي المساجد خصوصا في بيوت الله، يستعد الإنسان بالثوب الحسن، بالهيئة الحسنة، بالطيب والعطر. المهم أن يتحسن ويتجمل، هذا طلب الله سبحانه وتعالى طلبه منا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحث على كثرة الخطى إلى المساجد. الذين يخرجون لصلاة الفجر من الوقت المتأخر ولا تزال الظلمة والدلجة، تجد الإنسان يخرج يمشي إلى صلاة الفجر في تلك الظلمة. قال له صلى الله عليه وسلم: قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يتمم الله لهم نورهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، كما وصفهم الله تعالى في القرآن. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا مشى إلى المسجد يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. هكذا كان يدعو بهذا الدعاء. لو لاحظنا أن المشي إلى المسجد، كل إشارات الحبيب صلى الله عليه وسلم في المشي إلى المسجد أنها نور على نور على نور على نور، حتى إذا غدا الرجل إلى المسجد وراح أعد الله سبحانه وتعالى له نزله أو منزله في الجنة كلما غدا وكلما راح. إذا وصل الإنسان إلى باب المسجد وهو مستشعر أنه الآن داخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يسن له أن يضع نعاله في مكان يليق به، ثم يدخل إلى المسجد برجله اليمنى، فإن هذه سنة من سنن رسول الله تعظيما لبيت الله تعالى. ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإنه يستفتح دخوله إلى بيت الله تعالى بطلب المغفرة وبطلب الرحمة حتى يدخل نظيف. من الأشياء المهمة جدا 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 في المسجد أن يراعي الإنسان أن هذا المسجد ليس مخصصا لأحد دون أحد. الناس في وسط المسجد سواسية، يعني لا يصح لإنسان أن يمسك مكان، مثلا يفرش سجادته ولا يحجز له مكان في المسجد ليل نهار كل يوم ما أحد يصلي فيه غيره. المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، أكبر كبير، لا يجوز له أن يتخذ لنفسه مكانا خاصا في المسجد. فلو جاء أصغر إنسان في المجتمع فجلس في أول الصف وجلس في مكان الأمير أو في مكان الوزير أو في مكان العالم، فليس لأحد من الناس أن يقيمه من مكانه أبدا، لأن هذا بيت الله. ثم ينبغي للإنسان أن يعرف هذه القيمة، أن المسجد هذا إنما جعل للمسلمين لربطهم بربهم ولصلاتهم مع ربهم سبحانه وتعالى، فما يتأتى لأحد أن يزعج أحد. فمثلا ما يتأتى لشخصين يتكلموا مع بعض وبجانبهم شخص يقرأ القرآن يزعجوه،
بل حتى يكره أن الإنسان يرفع صوته بتلاوة القرآن إذا كانت هذه التلاوة تزعج المصلي أو تزعج القراء الآخرين. أحيانا يأتي إنسان في المسجد يرفع صوته بالتلاوة كأنه في بيته، كأن المسجد هذا مسجده، هذا ما يتأتى لأنه ربما يشوش على الآخرين. فإذا كان التشويش بقراءة القرآن على المصلين وعلى الذاكرين لله سبحانه وتعالى مكروه، فكيف التشويش بالأشياء الأخرى وبالأصوات الأخرى؟ من السنن التي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعملها خصوصا في رمضان الاعتكاف في المسجد، والعلماء ذكروا أن هذه السنة يمكن أن يعملها الإنسان في كل يوم، في أي وقت يدخل إلى المسجد يمكن أن ينوي أن يعتكف، ولو ساعة ولو نصف ساعة ولو حتى دقائق، المهم أن نيته هذه للاعتكاف تنيله فضائل الاعتكاف من الأجر ومن الثواب ومن الفضل الذي يترتب عليها. إذا خرج الإنسان من المسلم من المسجد يسن أن يخرج برجله اليسرى ويدعو، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. نحن على قدر حبنا وتعلقنا بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنهتم بالمساجد، لأن كلما دخلنا المساجد سنتذكر أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية والاهتمام والحب والتعلق بهذه المساجد.